فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين وبعد. فبداية نسأل الله أن يبارك في أهل البيت وأن يبارك في الزوجين وأن يجمع بينهما في خير. كان موضوعي أن يكون عن الزواج وأهدافه، ولكن ما سمعناه من كتاب الله عز وجل جعلني أغير الموضوع، وهو قراءتنا وتلاوتنا لهذه الصورة التي تحمل اسم المرأة الطاهرة وهي مريم. فإذا ذكرت هذه المرأة ذكرت العفة والطهارة والنقاء والصفاء. فما أحوجنا إلى العفة والطهر في حياتنا كلها، في معاملاتنا، في أخلاقنا، ما أحوجنا إلى العفة ونحن نقوم بشؤون حياتنا وعاداتنا وتقاليدنا. العفة عبادة وهي أصل في الدين، فما من نبي أو رسول أرسله الله عز وجل إلا وكان أصل نسله العفة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه ما زال ينتقل وما ينتقل، أي الذي ينتقل من أصلاب الأمهات من طهارة إلى طهارة، خرج من طهر وزواج ولم يخرج من سفاح، خرج من نكاح ولم يخرج من سفاح. فلا يمكن للإنسان أن يكون صالحا أو مصلحا إن لم يكن طاهرا، ولا يمكن للأسرة أن تستمر في حياتها وفق شرع الله عز وجل إن لم تكن طاهرة عفيفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغرس العفة في نفوس أتباعه، بل وغرسها وجسدها في أسرته، ثم غرسها وجسدها في الشباب. ولذلك الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الفاحشة، فبماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما نهره ولا كهره ولا قهره ولا سبه ولا شتمه، لم يكن ولم تكن تلك صفة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان متخلقا يؤدب الأمة، يعلم الأمة صلى الله عليه وسلم، يربي الأمة على الفضائل، على الطهر، على النقاء، على العفة. فقال له: أتحب ذلك لأمك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يحبون ذلك لأمهاتهم. أتحب ذلك لخالتك؟ قال: لا. أتحب ذلك لعمتك؟ قال: لا. أتحب ذلك لأختك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يحبون ذلك لأسرهم، لعائلاتهم. فما دمت أنت تحرص على طهارة أولادك ونقاء أسرتك وعفة ابنتك وبناتك وزوجك، فلا ينبغي ولا يجوز أن مجرد نية أن تنوي، فكيف إذا قمت ذلك فعليا في أسر الآخرين؟ لذلك الله عز وجل شدد النكارة
على من ينشر الفاحشة أو يحب ذلك. فقال سبحانه في سورة النور هذه الصورة التي يجب أن نعلمها لأسرنا. نور إذا حفظت لأسرنا وطبقت في أسرنا فهو النور يشيع في البيوت. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالأمة إذا تأملتها ووجدت فيها الطهر والنقاء فاعلم أنها تضمن لنفسها الاستمرارية والقيادة والريادة. وإذا رأيت فيها الفواحش وعدم العفة فاعلم أنها قابلة للزوال أو أنها سريعة الزوال ستزول من الوجود. لأننا في عصرنا هذا كثير ما نسمع ونسمع في وسائل الإعلام في المحاضرات والندوات الدولية يتحدثون عن الهوية. لماذا يتحدثون عن الهوية؟ حديث الناس والعالم كله عن الهوية ليضمن استقرار تلك الأمة حتى لا تذوب في الأمم الأخرى وفي ثقافات الأخرى. فالهوية عندنا في الإسلام هي العفة بغض النظر أنها مجموعة من الثقافات. الهوية فيها العقيدة فيها الدين فيها مجموعة من الأخلاق من العادات من التقاليد. لكن الهوية الحقيقية هي العفة هي الطهر. فإذا اتصف المجتمع بالطهر فهو رائد. لذلك قالوا ومن قال شوقي إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ما هي الأخلاق؟ مجموعة من صفات الطهر والنقاء والعفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وكأنه جمع الدين في الطهر والنقاء والمعاملات الحسنة. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكأن الأخلاق والطهر والنقاء والصفات الحميدة كأنه بناء. فبدأه آدم عليه السلام ثم نوح ثم إبراهيم ثم جميع الأنبياء. فبقيت لبنة من اللبنات لم تتم وتكمل. فجاء النبي العظيم الرسول صلى الله عليه وسلم فأتم هذا البناء وأكمله ولم يترك فيه عوجا. ولذلك أثنى الله عز وجل عليه ومدحه بصفات الطهر والنقاء والأخلاق الحميدة وإنك لعلى خلق عظيم. تأملوا أيها الإخوة في مجتمعنا في واقعنا ماذا ترون ماذا تشاهدون؟ الانحلال الخلقي الانحراف الزيغ الأهواء بجميع أنواعها من فتيان وفتيات. شبابنا الآن يسارع ويتسارع مع الأخلاق الهابطة بل ويتسابق مع الأخلاق السافلة. كلام فحش سب شتم أصغوا إلى كلام الشباب عما يتحدثون. اسمعوا كلام الأطفال بماذا ينطقون كلام فحش. أين تعلموا ذلك؟ ماذا يشاهدون؟ ماذا يطالعون هؤلاء الشباب؟ ماذا يلبسون؟ ما هو مظهرهم؟ هل هناك تميز لهؤلاء الشباب في مجتمع الطهر والنقاء؟ أم هناك انحلال؟
انحلال داخل الأسر، فصار الشاب مفخرته أن يتشبه بغيره وأن يقلد غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر فقال: من تشبه بقوم فهو منهم. المتشبه بالقوم فهو منهم. نتشبه بالقوم، إذا تشبهنا صرنا مثلهم، ليس في التقدم الصناعي ولا العلمي، وإنما التقدم الانحلال الانحرافي، خصوصا وأنهم فتحوا لنا أبواب الفساد ولا قيد له ولا من يغلقه، مفتوح على جميع الجهات، وسائل التواصل بأنواعها وإشكالها، فصارت في متناول جميع الشباب، وهذا نوع من أنواع الفساد والتشجيع عليه. فترون والإخوة الذين عاشوا في أوروبا يرون ويشاهدون الانحلال الواقع عندنا بهذه الوسائل، لا توجد في أوروبا، لا توجد في أوروبا. الصحون المعلقة والحصون، الصحون والحصون، يجب أن نحصن أنفسنا من هذه الصحون. قد نشاهد، وأنا شاهدت بيتا واحدا واحدا عليه ثلاث صحون. إذا وجد ثلاث أبناء داخل الأسرة داخل البيت، فهذا له صحن موجه إلى جهة معينة، وهذا صحن موجه إلى جهة معينة، وهذا صحن موجه إلى جهة معينة. مع أن أوروبا التي صنعت هذه الصحون وغزت به الدول المتخلفة، يمنع منعا كليا أن يضع الصحن الإنسان على بيته فوق بيته، مضبوط ومنضبط. بعض الدول ككوريا مثلا، اليابان، منزوية على نفسها وتلزم شبابها بأن يتقيدوا بالتقاليد والعادات البلاد، فلا يخرجون عنها، قوانين صارمة في تطبيقها. هؤلاء لا دين لهم، لا عقيدة لهم، أما نحن فلنا العقيدة، فلنا الدين، فلنا القرآن يتلى صباح مساء، لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا الانحلال؟ من الذي يتحمل مسؤولية؟ لا شك أن كل عاقل يقول أن الذي يتحمل مسؤولية أولا هم الآباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام حملهم المسؤولية. أنت راع مسؤول عن رعيتك، عن أولادك، عن بناتك، عن زوجتك، عن أهلك، عنهم من هم تحت ولايتك وأمرك. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فهنا يأتي دور الأب، وهنا يأتي دور الأم. كل مولود يولد على الفطرة، وكل عند البلاغيين إذا دخلت على النكرة فتفيد العموم، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ما هي علاقتك مع أبنائك تجاه هذا الأمر ونحو هذا الأمر، وهي العفة والطهر؟ من منا يجلس مع أبنائه وبناته فيحدثهم عن الطهر والعفاف والعفة والنقاء والسريرة الحسنة والسيرة الطيبة التي يجب أن يلتزم بها؟ من يؤدب أبنائه؟ من يربي أبنائه على الفضائل، الأخلاق الكريمة؟ من؟ تفريط واقع في
الأمة. فالأب في جهة والأبناء في جهة أخرى. كان الآباء يجمعون أبناءهم على الغداء والعشاء، يجتمعون ثم يتذاكرون ويتحدثون، وما يتخلله من الضحك واللعب، أسرة منسجمة، فرح. الآن مشاكل، قنابل في البيوت، قنابل في البيوت. الآن الأسر إلا دخل الإنسان البيت نتاع المسلم وكأنه في محكمة. المرأة تواجه زوجها بكلام فض، ولا توجد امرأة الآن زوجة إلا ما رحم ربي، والخير لا ينقطع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هل الزوجة الآن إذا جاء زوجها تستقبله وتقول له مرحبا لقد اشتقت إليك؟ غيجي يدخل البوطاقرات كملت، شكرات ديال اخوات، خصنا اللحم، خصنا كذا، هو كذلك يدخل مشاكل، عبوس قمطرير. فإذا دخلتم بيوت فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. أما يا ويلها إذا تأخرت في طهي الطعام، أما إذا كان مالح ولا مسوس فضيحتها فضيحة مسكينة. فين الانسجام؟ الولد ما يتكلمش مع الأب ديالو بكلام طيب، والابن كذلك ما يقولش أبتي يا أبتي يا أبتي، حتى في حال الخلاف فيضحك ويبتسم مع أبيه، والأب يبتسم مع ابنه. سألت مرة شخصا يشتكي من أبنائه يلاحظ ويعيش معهم العقوق، فقلت له كم لك من أبناء؟ قال لي عندي 4. فسألته قل لي الصراحة، واش كنت تقبل أولادك من كانوا صغار تلعب معهم؟ قال لي والله ما قبلت واحد منهم. قلت له هذا هو الجواب ديالك، ما عندي ما نزيد، صافي، ما قبلت واحدا منهم، فكيف يقبلونك أنت؟ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأقرع بن عبيس، جاء النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قبل حسن فقال له أتقبلون صبيانكم؟ قال نعم. قال والله إن لي 10 ما قبلت أحدا منهم. فقال ومن أدرك أن الله نازع من قلبك الرحمة؟ من لا يرحم لا يرحم. هل نقوم بالتربية منذ الصغر؟ ربي أولادنا على العفة، على الطهر، على الدين، مروا أولادكم، من يقوم بهذا؟ شكون اللي كينفذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا؟ مروا أولادكم بالصلاة ل70، كان شي واحد اللي أمر أولاده بالصلاة ل70؟ واضربوهم عليها وهم أبناء 20، وفرقوا بينهم في المضاجع. واش كان هذه التربية، التربية الإسلامية نشأ عليها أولادنا وبناتنا؟ الآن نبحث عنهم عن لقمة العيش، كل واحد يفكر يقول كيف أنا نبني المستقبل لأولادي، كيف نخلي لهم الدار فين يستروا نفسهم، نخلي لهم المال. ولكن الدين هو أمر ثانوي في حياتنا. أولادك إذا خليت لهم الدين تركت لهم الدنيا وما فيها، لأن الدين هو الكنز. إذا تركت لهم الدنيا ولم تترك لهم الدين فلا شيء يذكر بعد ذلك، ولن تترحم بهم. واحد شخص وكان معي سي محمد قبل المغرب التقيت به، ويبيع هذا المواد البناء. هذا الشخص يذكر لي أنه كان يعطي الكريدي الدين لواحد لبس عليه فمات رحمه الله، قال ونسلو شي 4 مليون. فالمؤنادي أولاده نقول لهم خلصوا الدين، ولكن خليتهم حتى بعد 4 أشهر فجاء ابنه يأخذ عني السلعة. قلت له ديره لأب ديالكم نسلو 4 مليون. قال فبماذا أجابني؟ قال بمات وإحنا قسمنا الأموال والفلوس والتركة ما عندنا ما نعطيوك. قال لي فأخذت القلم الأحمر فكتبت في الدفتر وهو ينظر إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. قال فانصرف وذهب، إلى الآن
حتى واحد ما عطاله شي حاجة. هؤلاء الأبناء تريد الخير لأبنائك وهو علمهم الدين باش ترحم بهم. كيف للابن إذا لم يكن يعرف الله أن يقول اللهم ارحم أبي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة؟ نعلم أولادنا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله مع أصفيائه وأنبيائه. نحصن أولادنا بالدين بالعقيدة الصحيحة بلا إله إلا الله محمد رسول الله، بالقرآن، باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحفظ أولادنا، نجعلوا بينهم وبين المعاصي وقاية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم، أولا احفظ نفسك من النار، ثم احفظ أولادك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتنزل عليه الوحي فأمره الله أن يصدع بالحق وأن يأمر الناس بالوحي، فأول أمر له بعد قوله تعالى فاصدع بما تمر قال الله عز وجل له وأنذر عشيرتك الأقربين. أول ما بدأ أولادك، لو كل واحد يصلح أولاده منذ البداية منذ الصغر، يصلحهم يوجههم للدين، تنصلح الأمة تنصلح الأمة. ولكن كل واحد يلقي اللوم على الآخر. الأب لما تحدث معه يقول لك المدرسة مؤسسة تعليم انهار، الشارع، وسائل الإعلام، وأنت أين دورك أيها الأب؟ يوم القيامة ستسأل. ونسأل الله أن يرحمنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يطهر قلوبنا وأن يصلح شبابنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.